وعودة من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما وعدناكم في الحلقة السابقة هيكون معانا سيادة المستشار مصطفى الشربيني، اللي أول ما خلصنا الحلقة جالنا كتير جدا رسائل وتليفونات عبر الصفحة والواتس بإن إحنا ما دخلناش وما اتكلمناش، إحنا كنا عايزين نتكلم مع المستشار مصطفى الشربيني عن تليفوننا المسروق. طبعا يا جماعه انا عايز اقول لكم ان وقت الحلقه ضيق، ويمكن انا قلت الناس ياما ابعت لنا الرسائل بتاعتك واحنا هنوصلها لك، وان شاء الله هنجاوب على جميع الاسئله او بعضها برضو مع سياده المستشار. بس خلونا الاول نرحب بمعالي المستشار مصطفى الشربيني. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا محترم. طبعا شكرا جدا على وعدك لينا وللساده المشاهدين انك تكون موجود معنا، وفعلا النهارده كنت موجود. وطبعا وعدناكم بان السيد اللواء اللي هو محبوب جدا هيكون موجود معانا، ولكن للاسف انا وسياده المستشار عفوا بنقول له النهارده الف الف مليون عليك، الف الف مليون سلامه سياده اللواء عصام الرومي مساعد مدير امن البحيره او كفر الدوار تحديدا. الف سلامه عليك، كان النهارده الرسول يكون موجود معانا، ولكن الف سلامه عليه. وجه له كلمه سلامه عليك، وان شاء الله نجيب لك زياره كده بعد الحلقه ان شاء الله، ونقول لك الف سلامه عليك وربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. طبعا الصورة موجودة على الشاشة، وأنا من قلبي والله معالي معالي اللواء عصام الرومي حبيبي، يعني هو حبيبي وكان موجود النهاردة معانا، ولكن معلش إحنا اللي هنكون موجود عندك إن شاء الله بعد الحلقة. وألف مليون سلام عليك. عايز أقول لحضرتك أسئلة وأقول لك إن الناس إزاي اتجاوبت معانا بعد الحلقة، وإزاي الصفحة اتملت ناس، يعني أسئلة كتيرة جدا اتسألت لينا عن موضوع الموبايلات المسروعة، عن موضوع استرجاع الأموال المسروقة. ولكن هستأذنك ان احنا بس نوري السادة المشاهدين ان احنا نزلنا بعد الرسائل دي كلها محافظة اسكندرية، وشفنا فعلا الناس وهي بتستلم الموبايلات والفلوس بتاعتها، وشفنا السعادة الجميلة اللي كانت باينة على وشهم. لا، وطلعنا من مكتبه شفنا تقرير الشارع. طبعا يمكن في ناس كتيرة بتقول التقرير اتقطع النهاردة، أو بتقول إن التقرير ناقص. طبعا هي عطل، معلش أنا آسف جدا. كان معانا الزميل برضك شريف عبد الجواد المحامي، وكان معانا الأستاذ محمد صبحي، ولكن التقرير حصل فيه عطل بسيط، آسف جدا. في الإعادة إن شاء الله هنشوفه التقرير كامل، ولكن نرجع للمستشار مصطفى الشربيني، وعايز أعرف النهاردة الموبايلات النهاردة دي كلها بتبدا ازاي ان سيادتك بتجيبهم؟ يعني الموبايل النهارده بتجيب الموبايل النهارده لما بيجي بيجي ازاي؟ يعني بيجي كده مجموعه من عند حضرتك بتجيبها كده، ولا بيبقى في شق قانوني بتتبعه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، وقلنا ان الدوله موفره لنا الطرق القانونيه اللي احنا نسلكها عشان خاطر نجيب التليفون المسروق. طبعا مش هنجيبوا التليفون المسروق يعني من بيتنا، ولا احنا مثلا مخاوين جن او الكلام ده. لا 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 حضرتك، بس انا باكد معلومه للساده المشاهدين بان احنا يعني مش كل النهارده، يعني انا ماهر فرج ما اروحش اجيب التليفون بتاع مسروق بتاع مثلا فلان الفلاني. لا، في جهه مختصه وجهه تنفيذيه هي بترجع التليفونات دي. احنا النهارده كمستشار مصطفى الشربيني، ايه الاجراءات القانونيه؟ هو الموضوع اللي زي ما قلت لحضرتك الموضوع بيبقى قانوني بحت زي ما قلنا المره اللي فاتت. تمام. اي مواطن بيعمل محضر شرطه وبيتجه لينا، بيعرف لان لازم حد يتابع المحضر، لان المحضر مش هيمشي لوحده. يعني المحضر ده بيروح النيابه، وبعد ما بيروح النيابه بيرجع تاني تحريات مباحث، وبعد كده بيرجع تاني للنيابه. احنا بنتابع ده كله، بناخده اذن من النيابه بالتتبع. هل حضرتك معلش انا اسف، المتابعه للمحضر بتوكيل ولا لا؟ لازم توكيل طبعا. لا لازم توكيل، بيعمل الشخص بيعمل محضر وبيعمل توكيل وبيجي لنا المكتب، واحنا بناء على التوكيل دوت وبناء على رقم المحضر بنبدا نشتغل وبنجيب له تليفونه. اجراءات كثيره ومعقده احنا بفضل الله بنشتغل بيها وبنجيبها، بس لازم تكون انت عندك خبره في الموضوع عشان تعرف تجيب التليفون ازاي وتعرف الطريق ماشي ازاي. يعني مش كل مواطن هيعرف يسلك الطريق ازاي او هيروح المحكمه وهيقف وهيجيب الحاجات دي منين. فالحمد لله ربنا بيبقى ميسر لنا الحكايه ديت وبنعرف نجيبه ان شاء الله. يعني اقول واحده واحده، يعني سيادتك النهارده انا ضاع تليفوني، بروح اعمل الاول محضر شرطه،
وبرجع اعمل مكان توكيل الواقع. وبعمل توكيل لسيادتك كراجل محامي. اه سيادتك بتعمل ربط ما بين الشرطه وبين سيادتك في المتابعه. هو الموضوع كله موضوع نيابه. الموضوع كله خاص بالنيابه. خاص بالنيابه معنى احنا بناخده بعد المحضر بيروح الشرطه بيبقى خاص خلاص بالنيابه. احنا بناخده اذن من النيابه بتتبع السيريال نمبر. السيريال نمبر دوت الموجود زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان كل جهاز ليه سيريال نمبر. تمام. فالسيريال نمبر دوت احنا بناخده اذن من النيابه بنقول للشركه السيريال نمبر ده مين مستخدمه، مين المستخدم السيريال نمبر ده محطوط فيه شريحه مين. فاي حد تبعه بيلاقي بيبقى معاه تليفون او بيشتري تليفون او بيحط فيه الشريحه بتاعته لان هو ما يعرفش لو هو مسروق. تمام. فتبعه بياخده بيستخدمه وبيحط فيه الشريحه. فاحنا بفضل الله عز وجل من هنا بنبدا اللي احنا نشتغل في الموضوع. لو معيش السيريال نمبر اعمل ايه او اجيبه ازاي او ازاي اامن نفسي لما اشتري تليفون؟ لو لا اامن نفسي لما اشتري تليفون جديد او مستعمل اامن نفسي ازاي؟ هو انا لازم لما اجي اشتري تليفون اول حاجه بطمن عليها السيريال نمبر. تمام. تمام. وممكن يديني كرتونه وسيريال نمبر، بس السيريال نمبر مش بتاع التليفون دوت. انا مثلا دلوقتي انا رحت اشتريت تليفون وحصلت ياما مع ناس، تمام، ويبقى التليفون اللي معاهم مسروق واحنا بنيجي نقول بناء على المحضر رقم كذا والتتبع رقم كذا الوارد من النيابه في التليفون اللي معاك ده مسروق. تمام. طب يقول لي ازاي انا معايا علبته؟ تطلع العلبه مش بتاعته؟ اقول له اكيد دي العلبه مش بتاعت التليفون او ده خاص من غير التليفون. هل انت اتاكدت من السيريال نمبر؟ يقول لي انا ما اعرفش الحاجات ديت. فانت لما تيجي تشتري تليفون ازاي بقى تتاكد ان العلبه دي خاصه بالتليفون ده ولا مش خاصه بالتليفون ده؟ ازاي؟ تضرب نجمه شباك 06 شباك. نجمه شباك عشان اعرف. نجمه شباك 06 شباك احنا قلنا عليها المره فاتت، بس انت عشان تعرف ان التليفون ده بتاع العلبه دي ولا لا تضرب نجمه شباك 06 شباك في اي تليفون اندرويد او ايفون. طيب. هقف لغايه نجمه شباك واستقبل تليفون وارجع لك تاني. طيب. الو مين معايا؟ استاذ محمد من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك. اهلا. السلام عليكم. صباح البركات. استاذ محمد من اسكندريه معاك حضرتك. يا اهلا وسهلا، اتفضل استاذ محمد. اولا احب اشكر الاستاذ مصطفى الشربيني. حضرتك استاذ مصطفى رجع لي تليفوني، بصراحه الراجل ما تاخرش علينا خالص، ورحت اعطيت له كرتونه التليفون السيريال نمبر. استاذ محمد وديت له الكرتونه بس ولا عملت محضر الاول؟ عملت محضر حضرتك، انا رحت للاستاذ مصطفى هو قال لي حضرتك روح اعمل محضر. تمام. واعمل لي توكيل. تمام. وجبت له رقم المحضر حضرتك، واعطيته رقم المحضر والسيريال نمبر في الكرتونه. وخلال اقل من شهر جابهولي الحمد لله، يعني الحمد لله. بحب نشكر الاستاذ مصطفى، كان تليفون سامسونج، كان تايب سامسونج كده الحمد لله. الف مبروك يا محمد. بشكره عبر حضراتكم كده، وربنا يوفقه يا رب ويبقى من اعلى المناصب يا رب. الله يخليك، الف شكر. شكرا محمد، والف الف مبروك. احنا بنتشرف بيك، وان شاء الله في اي حد تليفونه مسروق احنا بنتواصل معاه، بنتشرف بيه، وان شاء الله ربنا يعيننا ونرجع حقوق الناس، لان حقوق الناس ديت لما بترجع متعه. ان انت لما بتشوف حق كده واحد رجع له حقه او مظلوم رجع له حقه، دي انا سعيد والله. انا فعلا سعيد. يمكن يعني في التقرير الناس بتقول يا ريت من الاستاذ مصطفى قلقوا منه 10 20 ان يجتهدوا ويبقى يد واحد مع الشرطه. يعني هو شكرا لك والجميع عند الساده اللي بيجروا على حقوق الناس، وشو طبعا شكرا للساده المسؤولين ورجال الشرطه. احنا يعتبر كلنا في مركب واحده، يعني طبعا كلنا طبعا. شرطه وجيش وشعب كلنا في مركب واحده، وكلنا بنساعد في رجوع الحق لصاحبه، وكلنا بنساعد في رجوع حق المظلوم. نرجع بس اكمل لك بس الحته بتاعت ازاي اامن نفسي لما اجي اشتري تليفون مسروق، تليفون مستعمل او جديد. لما اجي اشتري تليفون مستعمل او جديد. قلنا لو جيت اشتريت تليفون جديد بتشتريه، اي تليفون تيجي تشتريه لازم يكون معاك كرتون. انا كل مره باجي بوجه او اي حد الاقي معاه تليفون او اي حد نقابله في سرقه تليفون، نوجه له نفس النصيحه ان انت ما تشتريش تليفون غير بعلبته. يعني لازم التليفون يكون معاه. طب انا اشتريت العلبه ومعاه متاكد من السيريال نمبر زي ما قلنا، اتاكد من السيريال نمبر نجمه شباك 06 شباك. تمام. طب دي حاجه. طب انا هشتري تليفون مستعمل ومعهوش علبه، بعمل ايه عشان امن نفسي قانونا
وشيلمل علي اي مساءله قانونيه. تمام. باخد لو هو محل باخد منه فاتوره ومبايعه. فاتوره او مبايعه يكتب لي عليها حاجه، يكتب لي المبايعه، بيكتب فيها اسمه، بيكتب فيها السيريال نمبر بتاع التليفون. تمام. ونوع الجهاز، وبيمضي وبيرسم تحت. ليه؟ عشان ممكن التليفون ده يكون موجود زي ما بنشوفه في جريمه غير التليفون، يعني تليفون ومسروق معاه مثلا عربيه، مسروق معاه مسروقات اخرى. آه او في جريمه قتل، او في جريمه ربنا حميت نفسي اغتصاب، او في اي جريمه ما، بيبقى هو حمى نفسه بايه؟ بالفاتوره، المبايعه ديت او الفاتوره دي. بس لا تعفي من رجوع ايه؟ التليفون. يعني حتى لو معاه مبايعه والتليفون طلع مسروق، هيرجع بيرجع لصاحبه. تعفيك جنائيا، ولكن لا تعفيك من تسليم التليفون. السؤال هنا بقى، مش عايز اقول لص، لا الشخص او الراجل اللي احنا بنلاقي معاه التليفون، سواء كان لص او كان هو كمان مضحوك عليه اصلا، انت بتعمل معاه ايه؟ يعني 90% او 99% من الناس اللي معاها التليفونات دي بتبقى شاريها، شاريها وما تعرفش اللي هي مسروقه كمان. بمعنى ايه؟ انا بروح اشتري تليفون، احنا عندنا الشعب المصري بطبيعته دايما وعلى الفطره، فبروح اشتري تليفون، هو راح اشترى من محل، تمام، او راح اشترى من شخص لقى التليفون معاه عجبه، تمام بيديله فلوسه وبياخده وبيمشي، تمام، بيحط في ايه؟ بياخد التليفون بيحط في شريحته، لان محدش ياخد التليفون ومش هيستخدمه يعني. طبعا. فبيحط شريحته وبيستخدمه ان هو تليفون مش مسروق، او هو تليفون شاريه، هو شاريه، بيقول لك انا شاريه. بيفاجئ بعد كده اللي يلاقي التليفون ده ايه؟ مسروق. ف 99% من الناس اللي معاها التليفونات دي مش حراميه خالص، لان الحرامي اصلا، الحرامي بيسرق التليفون وما يعرفش قيمته. مهما كان التليفون، تليفون عامل 1000، عامل 10، عامل 20، عامل 25، وبيسرق التليفون لو باعه ب 100 جنيه، هو مش شاغل دماغه خالص، بيبيع التليفون ويبدا هو يدور على سرقه غيره عشان خاطر يجيب الحاجه اللي هو عاوزها يعني. طبعا عشان خاطر طبعا وقت الحلقه برضو، كان نفسي اقعد معاك ساعه وساعتين والله، ولكن في من الاتحاد الافريقي اللي هو للسينما الحديثه وبرنامج عيون الحقيقه، عشان برضه بقول فرحان جدا بعلي المستشار في درع بسيط، عايز اكرم بيه سيادتك واسمع موقف مضحك او موقف طريف حصل لك وانت بترجع الموبايلات. بس الاول نسلم سيادتك درع بسيط كده من البرنامج ومن اسره فريق البرنامج. اتفضلي كابتن نور. شكرا. دي درع بسيط. شكرا كابتن نور. ده درع بسيط من البرنامج. طبعا يمكن عايز اقول، يمكن الدرع ده يكون لرجال الشرطه كلهم على اللي بيحصل، ورجوع الموبايلات والسعاده اللي احنا شفناها على وجوه الناس. موقف بسرعه حصل، موقف طريف او موقف ظريف كده حصل وانت بترجع الموبايل. والله هو مش موقف طريف، هو موقف يعني هنقوله اللي هو مؤثر شويه، او موقف يعني هو بالنسبه لي كان موقف جميل يعني. مره كنت قاعد في المكتب وكده، وجا السكرتير وكده قال لي في حد عاوز يقابل حضرتك، ست كبيره وكده عاوزه تقابل حضرتك. قلت له مفيش مشكله خليها تخش يعني. دخلت ست كبيره عجوزه جدا، فبتقول لي انا سمعت عليك يا ابني ان انت بترجع التليفونات المسروقه. قلت لها اموريني يا حاج. فبتقول لي انا تليفوني اتسرق وعاوز ارجعه. قلت لها اموريني، انت حضرتك عملت محضر؟ قالت لي يا ابني انا ما اعرفش الكلام ده، محضر ايه اللي انا اعمله؟ انا سمعت انت بتجيب التليفونات المسروقه. قلت له طب نوع ايه التليفون بتاعك؟ فمطلع لي علبه تليفون بزراير، يعني تليفون صغير خالص يعني. فقلت لها هو ده التليفون اللي ضاع منك يا حاجه؟ قالت لي. قلت لها انت مش هتحتاج تعمل له محضر. قالت لي ليه يا ابني ربنا يكرمك. قلت لها يا حاجه ثواني كده انا هجيب لك التليفون بتاعك. المهم بعت سكرتير عندي اشترى تليفون بزراير صغير كده، ويا حاجه يعني كنتش عايز اتكلم فيها، بس احنا يعني قلنا نقولها يعني. انا سمعت في مكتبك اصلا الكلام ده، سمعته في مكتبك. فاعطيتها التليفون وقلت لها ايه ده يا حاجه، احنا جبنا لك تليفون بدل التليفون بتاعك عشان خاطر التليفون بتاعك ايه مش هنعرف نجيبه كده. والحاجه فرحت جدا برجوع التليفون بتاعها يعني، بجد فاحنا جبنا لها تليفون غيره يعني. بجد شكرا لك، وشكرا لجميع رجال الشرطه، وكل سنه وهم طيبين، وكل سنه وانت طيب لرئيسنا العظيم السيد عبد الفتاح السيسي وجميع الجهات الامنيه. شكرا لكم، والى لقاء اخر في حلقه قادمه. انتظرونا.